مساء الخير. طبعا انا مبسوط جدا، مبسوط قوي بصراحه ان احنا دلوقتي وصلنا لل 100 سبسكرايبر. حاجه جميله جدا، حاجه تحفه بصراحه. يعني انا كنت في يوم من الايام خلاص قربت اتبسط ان انا وصلت لل 200 سبسكرايبر، طب اتبسطت وصلت لل 100 سبسكرايبر، وكل ده بسببكم. يعني كل ده بسببكم انتوا. على فكره مش بسبب، انا عمري ما غلطت بسبب فيديو يوتيوب، ولا عمري عملت فيديو وحش، ولا عمري في حياتي. اتحداك تقولي ان انا عملت فيديو، اتحداك. هما يعني هما شوية يبقوا 107، شوية يبقى 108، بعدين بيرجعوا 100. هو شكل رقم 100 ده شكله عاجبكم صح؟ يعني 100، الله ده رقم جميل، انا حلو جدا الرقم ده. في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ في ايه؟ الناس، في ناس كان بيعملوا ان سبسكرايب غير مبرر. طب ليه؟ انا فيديوهاتي كلها حلوة، وانا من انا شايف ان انا من احسن يوتيوبرز مصر، ممكن ابقى احسن يوتيوبرز العالم كله، انا شايف كده. وانتوا المفروض تشوفوا كده على فكره، عشان شايف كده بقى تشوفوا كده. انا مش هقول للناس اللي شافت فيديوهاتي وما عملتش انسبسكرايب، دي ناس مش ما شافتش الفيديو، لان لو شافت فيديوهاتي هتعمل انسبسكرايب، هتراقب وهي مغمضه، لان فيديوهاتي من احسن الفيديوهات. لكن اللي عاملين سبسكرايب دول ناس ما بت... لو عملتوا سبسكرايب، السبسكرايب مش هيطلع، هياكل صباعكم مثلا. ده مش هيحصل، ده مش هيحصل خالص. لو عملت لايك مثلا في الفيسبوك، اللايك مش هيجي يعضك مثلا، مش هيطلع ياكلك، مش هيحصل اي حاجه من اللي انت فاكرها هتحصل دي خالص. انا بتحداك انها تحصل، مش هتحصل، مش هتحصل. ليه؟ ليه؟ الفيديو تحفه، فيديوهاتي كلها تحفه، تحفه فنيه، مفيش، مش هتكرر زي فيديوهاتي. ما بتتفرجوش عليها ليه؟ مش عاجباكوا ليه؟ انا موافق، انتوا مش عاجباكوا فيديوهاتي، ماشي، ماشي، مش هقول حاجه خلاص. عايزين فيديوهات عن ايه؟ عايزين فيديوهات عن سلام سلام.